تيزنيت على غرار باقي المدن المغربية احتفلت بفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف من توقيع اللاعب زياش وانصيري، انتصار ثمين منح للأسود التأهل للدور الموالي ضمن منافسة كأس العالم 2022 بقطر. الجماهير المساندة لفريق المدينة أما تيزنيت شاركت بدورها في فرحة الاحتفال رافعة شعارات تنبعث منها روح المواطنة الصادقة وحب الوطن والفريق. كما كتشوف هكا الأجواء الحماسية ديال الشعب المغربي فرحان شحال هادي ما فرح، واخا رغم على الأسعار وبزاف ديال المشاكل كتعانينا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر المنتخب الوطني وكنشكر وليد الكراكي والجمهور المغربي في قطر، وشكرا للمنتخب الوطني وديما المنتخب وديما العناصر الأمنية بتيزنيت وفرت كافة الظروف الملائمة لمرور الاحتفال في أجواء من الهدوء والسلامة لتعم الفرحة جميع شوارع وأزقة مدينة الهدوء والسكينة، استحسنها الجميع وبقيت مستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل. الدور الثاني كان